سؤال 57 و 58، كل واحد راح له فيديو. طبعا سؤال 57 فيه خطأ من المانيوال نفسه، فرح يكون أو هو السؤال نفسه خطأ، بس احنا راح نحله على الرغم من الخطأ. حكى لي الأم تساوي 1.8، حكى لي هورزنتال بيمشي على هورزنتال وما فيش فريكشن وما فيش قوة خارجية حسب الشكل، معناته طبق T1 بلس V1 بيساوي T2 بلس V2. حكى لي فروم ريست يعني تي 1 0. هسه حكى لي احسب السرعه متى؟ لما احنا ندفش 2.5 سنتي، لما ندفش الكولر ايه 2.5 سنتي. طيب بس شو بدنا نعمل احنا؟ بدنا نوجد الانديفورم، بدنا نوجد اللينكث الاصلي له ونشوف كم الانديفورمد. هسه حكى لي الانديفورمد طوله، الانديفورمد متى؟ لما كان عند ايه، لما كان عند ايه. يعني لو بدي احسب طوله الاصلي واطرحه من الاندي فورت بيطلع صفر، معناته في 1 الالاستيك زيرو والجرافيتي زيرو لانه بتحرك على هوريزونتال، دائما هوريزونتال ما فيش هاي، معناته الفي 1 الالاستيك زيرو يعني تي 1 زيرو وفي 1 زيرو. ليش الالاستيك زيرو؟ لانه انا عندي مثلث عندي الافقي 20 والعمودي 15 فالطول هذا 25، وهو حكى لي اصلا لما كان هون الاندي فورمت لينكث بكون اندي فورم تكس لما يكون عند ايه، ووضعه الطبيعي عند ايه 25. 25 ناقص 25 صفر، معناته نص كي اكس تربيع اكس صفر، معناته صفر. بضل عندي تي 2 بلس في 2، هو طالب سرعة يعني نص في 1.8 في تربيع بده اياها زائد في 2 زائد في 2. هسا لما ندفشه 2.5، لما ندفش 2.5 يعني الزنبرك اللي على اليسار بزيد طوله. هسه هاي 15 سنتي وهاي بدها تكون 20 زائد 2.5، 22.5. على لي حاسبة 15 تربيع زائد 22.5 تربيع جذر انسر، بيطلع معي الطول هذا 27.04. احنا الاندي فورم لينكث معنا كم؟ 25، فاكس اللي بدنا نعوضها بنص كي اكس تربيع بتكون 27 ناقص 25 ناقص 25، بتطلع معي 2.04 ضرب 10 قوس سالب 2 لانه احنا بدنا بالمتر. المثلث الثاني احنا دفشنا عند 2.5 يعني بده يقل، بده يصير كم؟ 20 ناقص 2.5 بيطلع معي 17.5. وكم هاي؟ هاي 15 ثابتة، بضل عندي هسه 17.5 تربيع زائد 15 تربيع تحت الجذر، بيطلع معي هاي 23.04. هسه احنا دائما نطرح الانديفورم لينكث، معناته الاكس اللي بنعوضها للزمرك الثاني كم؟ ناقص 25 سالب، ما هي راح يكون في تربيع، فهاي بتصير ايش؟ هاي 1.95 ضرب 10 قوس سالب 2، هي سالب بس مش مشكلة. فايش يكون عندي؟ قانون بلس في الاستيك، في الاستيك عندي للزمرك الاول نص في 490 في اكس تربيع اللي هي 2.04 ضرب 10 قوس سالب 2 تربيع، زائد للزنبرك الثاني نص، يعني لو بدنا ناخذ عامل مشترك ما هو نفس الزنبرك، زائد 1.95 ضرب 10 قوس سالب 2 الكل تربيع. الخطأ اللي بالسؤال، الخطأ اللي بالسؤال المفروض عكس لي، حكى لي الاندي فورم لينكث، او مش مفروض عكس لي، المفروض اصلا ما بدي انقل الطرف الثاني هذول الصفار بصير عندي سالب، فكيف في تربيع سالبة؟ فهو هذا الخطأ اللي بالمانيوال، انه حكي لي ايش؟ حكي لي انه في انه تي 1 0 في 2 0 مشان يهمل شغلة السالب. فعادي بالامتحان لو اجى هذا السؤال بالامتحان راح يكون في الخطأ يعني الخطأ معدل، او شو اسمه خلص لما طلع سالب لو نقلت للطرف الثاني خلص يعكس الاشارة وريح راسك. تفسيرها ما فيش تفسير، بس ليش طلع سالب؟ خطأ من السؤال نفسه، بس هو فعليا استثني السالب وحل بيطلع معك نفس جواب المانيوال، طبعا بتحول مشان يطلع نفسه. هسه محل 58 فكرته نفسها بس مشان الانديفورم لينكث ترسخ بمخكم.